اشرقت اخت القمر علي مقامه ما مثلها في البوادي والمدينه اسمها سارة لها تاج الوسامة والادب يجمع بها عقل وسكينه اشرقت اخت القمر علي مقامه ما مثلها في البوادي والمدينه اقبلت اخت الرجال النشامه صيتها مثل والادب يجمع بها عقل وسكينه اشرقت اخت القمر علي مقامه ما مثلها في البوادي والمدينه اسمها سارة لها تاج الوسامه والادب يجمع بها عقل وسكينه اشرقت اخت القمر علي مقامه ما مثلها في البوادي والمدينه اقبلت اخت الرجال النشامه صيتها من طيبها للاتصال من خارج المملكة 00966533 4802 1